بونجور بونجور، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم كالعاده من هذا المكان اوكرانيا. حاليا ان شاء الله نهاركم مزيان، ان شاء الله لا جاي خير ولا عنده امنيه ان شاء الله يحققها، وربي ان شاء الله يسهل الناس الكل. المهم مرحبا بكم من جديد، برشا حس اللي يتفرج فيه وما عملش سبسكرايب يتفضل بحدانا يعمل سبسكرايب، تفعيل الجرس مهم، شوفوا شنو الفيديوهات الجديدة. في الفيديو هذا باش نحكيه ان شاء الله بإذن الله على حوادث المرور في أوكرانيا. حوادث المرور في أوكرانيا مش نورمال، غير عادية، كيما ما نجمش نوصف لكم، ولكن حوادث مفجعة، برشا دي اكسيدون معناها في أوكرانيا. ولكن هذا اش خلاني معناها نعمل لكم فيديو ونوريكم برشا حاجات معناها باش نتوما تردوا بالكم على رواحكم، وان شاء الله باش نعملوا فيديوهات مزيانه مزيانه برشا تخص الحياه بصفه عامه في اوكرانيا من نواحي النواحي الكل، خاصه من نواحي معناها المشاكل الموجوده في اوكرانيا. توصيات اكيد جدا، معناها فما ناس ما عندهاش برشا تعيش في اوكرانيا، فما توصيات مهمه جدا. ولكن اليوم باش نحكيوا على الحوادث المرور في أوكرانيا، حوادث مفجعة جدا. نزيدوا احنا ننتبهوا بالباهي بالباهي، كما تشوفوا مثلا على سبيل المثال كياس كما هذا، توا شفتوا معناها الكياس هذا، ولكن في بطبيعة الحال كلهم فما أضواء معناها نتاع إشارات المرور بالنسبة للمترجلين وبالنسبة السيارات بصفة عامة، سواء معناها حصيلوا من نواحي الكل، مش مصعبهاش برشا الأمور. كما تشوفوا احنا بشخو الكياس، أكثر الحوادث صارت بالكيفية هذه، معناها أنت تبدا شاق الكياس وتجيك كهرباء تجري معناها، وما تحترمش الإشارات المرور وتصير برشا حوادث. باش نعطيكم معناها برشا فيديوهات في الموضوع هذا باش تعرفوا اكثر تفاصيل. مرحبا بكم كالعاده، دعم مهم برشا ليا، الدعم يعطيني برشا طاقه. مرحبا بكم في اوكرانيا. Здравствуйте, вот по улице Советской, вот такое вот Анатолий на пьяном состоянии катается, вот, разнес гараж, вот, зацепил машины, вот, номера АА-72, 22, ОЕ, вот один человек пьяный, вот второй человек пьяный идет.